أولى محطاتنا لليوم رح تكون طبعاً مع المحطة الروحية. الفصح هو مساحة روحانية تبدأ من الصوم الأربعيني الكبير وصولاً إلى أحد الشعانين وأخيراً إلى أسبوع الآلام، وطبعاً وصولاً إلى قيامة السيد سيد المجد له المجد ليكتمل سر الفداء عبر التضحية الكبرى على خشبة الصليب. للحديث أكثر عن روحانيات هذا اليوم وذكرى عيد الفصح بصرنا يكون معنا طبعاً، وبدنا نشكره على استضافتهم ضمن الكنيسة أبونا بولس بدرا كاهن رعية كنيسة القديسين بطرس وبولس. يسعد صباحك أبونا والمسيح قام. حقا قام. فصح مجيد. ينعاد عليكم بالخير، أهلا وسهلا فيكم بكنيسة القديسين بطرس وبولس في منطقة الشام الجديدة. طبعا باسم سيدنا صاحب الغبطة مننقل لكم بركته ومحبته بهالمواسم المجيدة، ومنقل لكم المسيح قام حقا قام. وباسمي شخصيا وباسم رعيتي في مشروع دمار كمان بنرحب فيكم، وان شاء الله بينعاد على الجميع بالصحه والعافيه وطول العمر. اهلا وسهلا فيكم ابونا. اليوم نحن عم نحيي ذكرى قيامه السيد المسيح من بين الاموات رسول المحبه والسلام. خلينا بالبدايه نحن عنا في صوم الاربعيني الكبير، في عنا احد الشعانين، خميس الاسرار، الجمعه العظيمه، سبت النور، وصولا للقيامه. هي المسيره الروحيه شو بتخبرنا عن حضرتك؟ تماما، لحتى نحكي شوي عن المسيرة الروحية اسمحوا لي أني سلط الضوء بس على مفهوم الصوم بكلمتين. الصوم كما هو متعارف عليه هو الإمساك عن الطعام والشراب لفترة محددة من الزمن بهدف أنه يتقرب الإنسان من الله أكثر. في الكتاب المقدس عادة يجتمع الصوم مع الصلاة، صوم وصلاة، ولا بأي محل يعني يذكر بالكتاب المقدس عن الصوم بعيدا عن الصلاة. فإذا مصطلح الصوم يجب أن يرتبط بالصلاة، لأن الصلاة تترجم بأعمال المحبة والصوم. لهيك الجوع والتعب والعطش بيخلوا الإنسان فقير بالروح، الإنسان المؤمن الحقيقي يجعلانه فقيرا بالروح، وهذا الشيء بيخليه يكون طبعا متعلق بربنا اكثر لحتى يقدر يعيش هالفضائل المسيحيه يلي بتعلمنا اياها كنيستنا المقدسه. الكنيسه المقدسه بتعلمنا بانه الصوم الكبير هو الصوم الكبير الاربعين المقدس هو احد الاصوام في كنيستنا المقدسه، وهو قمه الاصوام في الكنيسه الارثوذكسيه، لانه فيها بنحتفل بنهاية الصوم طبعا بعيد قيامة ربنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات. القديس يوحنا الذهبي الفم بيحكي عن موضوع الصوم وبيقول أنه الصوم ليس فقط أن نكتفي عن الطعام، بل هو الاكتفاء عن الخطيئة. بيعيش الإنسان بهذه المرحلة بعيدا عن كل أعمال الشر، وما بس أنه بيكتفي عن الصوم أي كل أعضاء الجسد كاملة سواء بالفم أم بالأذنان والعينان وكل أعضاء الجسد كما قلت لكم. فإذا الصوم ليس هو من أجل إضعاف الجسد وإنما من أجل تهذيب الجسد. بنروح لمحل ثاني بيحكي بولس الرسول وبيحكي عن أعمال الإنسان، أعمال الروحية، وبيحكي عن ثمار الروح ومفاعيلها في حياة المؤمن. بيحكي عن المحبة، الفرح، السلام، تواضع، طول الأنات، كل هذه الثمار يجب أن تنعكس في حياة المؤمن خاصة في فترة الصوم وفي كل حياته، أن تنعكس هذه الفضائل ومفاعيلها في حياة المؤمن بسلوكياته وأعماله وتصرفاته مع ذاته ومع الآخرين. فإذا مسيرة الصوم وصولا إلى القيامة يجب أن تقترن بأعمال الإنسان. القديس يعقوب كمان بيقول بالكتاب المقدس أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بإيماني أعمالي. إذن يجب أن يقترن الإيمان بالعمل، والعمل كما تعلمنا الكنيسة المقدسة هو أن يعيش المؤمن بكل الفضائل التي يعلمنا إياها السيد المسيح في إنجيله المقدس كالمحبة، التسامح، التواضع وكل الفضائل الإلهية والفضائل الإنسانية.
هنا لما بنتحدث طبعا عن عيد القيامة أو العيد الكبير أو عيد الأعياد كما نسميه، فسر هذا العيد هو سر الفداء، وهو حقيقة هذا العيد الذي قام عليه حقيقة. نتحدث أكثر عن جوهر الفداء، ولماذا علينا دائما أن نتذكر هذه، خليني أقول، القصة أو الملحمة التي طبعا أوصلتنا إلى قيامة السيد المسيح. تماما. خليني شوي سلط الضوء إذا بتسمحوا لي عن هالفترة، فترة الصوم. نحن عنا فترة الصوم الأربعين المقدس تسمى زمن التريودي، وزمن وكلمة التريودي في اللغة اليونانية تعني الأودية، وتقسم إلى ثلاثة مراحل أساسية في حياة الكنيسة. المرحلة الأولى هي فترة التهيئة للصوم، وتمتد على مدى أربعة أحاد. فترة الصوم الأربعين المقدس بحد ذاتها تمتد على خمسة أحاد، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الأسبوع العظيم. تعال نحكي شوي عن مرحلة التهيئة، اللي هي بيبدأ زمن التريودي بالفريسي والعشار، أحد الفريسي والعشار. الأحد الثاني من فترة التهيئة أحد الابن الضال أو الابن الشاطر، وفي عنا الأحد الثالث هو أحد الدينوني مرفع اللحم، والأحد الرابع أحد الغفران اللي هو المسامحة. هيدي الفترة الكنيسة والآباء القديسين وضعوا هيدي الفترة بحياة المؤمنين حتى تهيئ المؤمنين للدخول بشوط الصوم، من خلال طبعا من خلال إنجيل الذي تبتدئ به الكنيسة بزمن التريودي اللي هو الفريسي والعشار، حتى تقلنا وتعلمنا بأنه الصلاة يجب أن تكون مقرونة بالتواضع. مثل ما بنعرف الفريسي كان متكبر، أما العشار فقرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. إذا تبتدئ الكنيسة بتعليمنا فضيلة التواضع، وتنهي بهذه المرحلة مع أحد الشعانين أيضا بدخول الرب يسوع المسيح متواضعا على مدينة أورشليم، وهلأ بعد شوي رح بحكي عن هيدا العيد بشكل تفصيلي أكثر. هيدي بالنسبة لمرحلة التهيئة للصوم. فإذا في عنا التواضع بالنسبة للأحد الأول، أحد الابن الشاطر نتعلم فيه عن التوبة والعودة إلى الله، مثل ما بنعرف بأنه الابن الضال هو شطر كينونته وشخصه عن أبيه وذهب بعيدا عن أبيه، ومنشوف بنهاية المثل كيف بيتوب وبيرجع إلى أبيه. وهون الكنيسة بتعلمنا أنه الإنسان مهما ابتعد عن الله يبقى الإنسان بحاجة إلى حنان الله وإلى رحمته وإلى محبته، ودائما نحن نعلم ونتعلم بأن الله أب رحوم ومتعطف على جميع البشر. نوصل لأحد الدينوني، بأحد الدينوني نتعلم أهمية المحبة بحياتنا، بحياة المؤمنين، وكيف نحن بنترجم هذه المحبة بحياتنا بعلاقتنا مع الآخرين أيضا. الأحد الأخير من فترة التهيئة بنحكي عن أحد الغفران، يلي فيه كمان بتعلمنا الكنيسة أنه نحن لازم نسامح الآخرين، وبعدها بنطلب المغفرة والغفران من الله. يجب أن نسامح الآخر ومن بعد ذلك نطلب المغفرة من الله. إذن المسامحة والغفران، بنتعلم من هيدي الفترة فضائل إنسانية كالتواضع، التوبة، المحبة والمسامحة والغفران. هيك بتكون الكنيسة عطتنا هيدي الزوادة لحتى ندخل بفترة الصوم الأربعين المقدس. بفترة الصوم الأربعين المقدس تبتدئ الكنيسة بالأحد الأول أحد الأرثوذكسية، الأحد الثاني أحد القديس غريغوريوس بالاماس، الأحد الثالث أحد السجود للصليب، الأحد الرابع أحد القديس يوحنا السلمي، والأحد الأخير من فترة الصوم بتعلمنا الكنيسة عن القديسة مريم المصرية. هيدي طبعا بدي سلط الضوء على القديس يوحنا السلمي اللي هو كاتب سلم الفضائل، اللي بيحكي أيضا عن التواضع وكيف لازم الإنسان يتدرج وينمى روحيا من خلال سلم الفضائل، وصولا إذا بنشوف بأيقونة سلم الفضائل الرب يسوع المسيح بمد إيده للجميع البشر من خلال صعود الإنسان عبر هذا السلم من الفضائل. ومنشوف كمان أعمال بالإضافة لأعمال الخير اللي بيصنع الإنسان والفضائل اللي بيعيشها، منشوف كمان أنه الشر موجود. أحياناً الإنسان بيوصل للمرحلة الأخيرة قبل وصوله إلى نافذة الملكوت السماوي،
بيجي الشيطان بخطيئة من الخطايا بيرميه من على سلم الفضائل. لهيك بتأكد الكنيسة أنه نحن نعيش هذه الفضائل بأعمالنا، بتصرفاتنا، ابتداء من ذواتنا وعلاقتنا مع الآخرين، لحتى نستحق أنه نوصل إلى أن نعيش بالحياة الأبدية مع الرب يسوع القائم من بين الأموات. تمام أبونا، خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل الصلوات، الطقوس المرافقة لهذا العيد، قديش هي مهمة لاستعداد المؤمن روحيا لاستقبال حدث القيامة؟ تماما. تنحكي شوي عن كيف لازم الإنسان يستعد روحيا لحتى يعيش فرح القيامة. طبعا مثل ما قلت لحضرتك أنه الكنيسة والأباء القديسين وضعوا طبعا من خلال الصلوات والليتورجيا اللي نحن عم نعيشها والأسرار المقدسة بالكنيسة، وبتعلمنا أهمية أن يعيش الإنسان بكل الفضائل التي فاها بها الرب يسوع المسيح وكان مثالا لنا في حياته الأرضية، لكي نتعلم منه أولا المحبة، لأن المحبة هي لغة السماء. الرب يسوع المسيح تجسد في سر الفداء مثل ما تفضلتي حضرتك أنسي، تجسد من أجل أن يحمل خطايانا على الصليب، لأن الصليب هو موضع الحب الإلهي. ضحى الرب يسوع المسيح بنفسه حبا بنا، بعد أن انفصل الإنسان، فصل ذاته عن الله، ابتعد عن الله، فإن الله لم يتركنا يتامى، لم يتركنا عائشين في الخطيئة، بذل نفسه وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وأخذ طبيعتنا الإنسانية ما عدا الخطيئة، لكي يحمل خطايانا على الصليب، لكي يرفعنا إلى سمو المحبة اللامتناهية، إلى الملكوت السماوي، إلى الفرح الأبدي. حمل خطايانا على الصليب لكي يعيد الإنسان الساقط الذي كان بحلته الأولى في الفردوس كما نعلم جميعا. ومثل ما قلت لحضرتكم أنه بحرية هذا الإنسان اختار أن يكون بعيدا عن الله. دخل الرب يسوع المسيح إلى أورشليم، دخل كملكا متواضع لكي يعتلي الصليب عرشا، ويعلمنا بأن التواضع هي سمة أساسية في حياة الإنسان. بعيد الشعانين قبل دخولنا إلى الأسبوع العظيم المقدس، تعيد كنيستنا المقدسة تذكارا لإقامة لعازر من بين الأموات، اللي هو السبت اللي بيسبق أحد الشعانين. إقامة لعازر من بين الأموات هي استباق، حدث استباقي لقيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات. وبيجي كمان أحد الشعانين مثل ما بنعرف من خلال الإنجيل الذي يتلى في أحد الشعانين، كيف الجمع استقبل الرب يسوع المسيح بسعف النخيل وأوراق الزيتون، احتفالا بقدوم الملك المتواضع، دخوله مثل ما نقرأ بالقطع الخاصة به الموسم، دخل هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب. طبعا هوشعنا تعني، إذا بنعود للمزمور 118 بالمزمور بسفر المزامير بالعهد القديم، هي تعني الله ينقذ، الله يخلص. وأيضا مبارك آتي باسم الرب، أي مبارك الرب يسوع المسيح الذي أتى ودخل إلى مدينة أورشليم لكي يقيم معه إلى أورشليم الجديدة ويعطيها أحلة جديدة بموته وقيامته من بين الأموات. دخل الرب يسوع المسيح كما قلت لكم إلى أورشليم كملك ولكن متواضع، كما تجسد وأخذ طبيعتنا البشرية وولد من العذراء متجسدا متواضعا، ولد في مزود. وأيضا الكنيسة تعلمنا أيضا بدخوله إلى أورشليم أيضا دخل متواضعا، وسوف يقوم أيضا منتصرا على الموت وعلى الخطيئة بكاملها عبر كل التاريخ البشري الذي نحن نعيش فيه. يعني أبونا، اليوم نحن نتحدث عن حدث القيامة، دائما في سوريا لهذا الحدث وقعه الخاص من خلال سنوات الحرب، وحتى الآن كل عام كان المؤمنون يرفعون صلواتهم دعوات لقيامة سوريا بعد آلامها، آلام كثيرة عاشتها سوريا، آلام الحرب، آلام الإرهاب، آلام طبعا أوجاع الحرب الاقتصادية التي نمر بها، والآن منذ فترة ليست بالبعيدة أيضا الكارثة الإنسانية التي مرت بها سوريا
في محافظات منكوبة. اليوم كيف نقرأ هذا الحدث التاريخي وكيف تتجسد القيامة دائما في كل عيد ورجاء المسلمين المؤمنين والمسيحيين بقيامة سوريا؟ تمام. لحتى نحكي شوي عن الواقع هيك لحضامن مع حضرتك بهذا السؤال، كيف نقرأ التاريخ عبر حدث القيامة؟ التاريخ كما نعرف جميعنا بأنه تاريخ متغير يتضمن وقائع وأحداث تختلف من مرحلة تاريخية إلى أخرى، بينما حدث القيامة هو حدث إلهي خلاصي قائم بحد ذاته، كائن في شخص السيد المسيح له المجد. اليوم بحكم هذه الظروف اللي نحن عم نعيشها والكارثة طبعا الطبيعية اللي نحن عشناها بسوريا، دائما نحن بصلواتنا بنقول من أجل سلام كل العالم، دائما نحن نرفع الصلوات من أجل سلام كل العالم كي يعم السلام والأمن والاستقرار، وخاصة في بلدنا الحبيبة سوريا. نقرأ هذه الظروف التي نعيشها والحرب الاقتصادية من باب كما تعلمنا الكنيسة نتعامل مع هذه الظروف بروح المحبة وكل الفضائل التي يجب أن يقتنيها المؤمن، يجب أن نتعامل معها كأننا نحن نساعد الآخرين من هم بحاجة، وهذه هي رسالة الكنيسة، بالإضافة إلى أنها لها رسالة روحية بالنسبة للصلوات والقداس الإلهي وكل الليتورجيا التي نقوم بها ونعيشها بالكنيسة، أيضا للكنيسة جانب ولها رسالة في الحقل الاجتماعي، تقوم بمبادرات من حين إلى آخر بمساعدة الناس المحتاجين المرضى والفقراء منهم خاصة. ونحن قمنا، وبعد قليل سوف يتحدث معكم الأخ نبيل عن هذه دور لجنة الدعم الاجتماعي في هذا الخصوص، والكنيسة عبر التاريخ دائما أخذت على عاتقها هذه الرسالة وما زالت وستبقى حتى انقضاء الدهر، لأن هذه هي رسالة الكنيسة. الكنيسة أم ومعلمة، الكنيسة تحتضن أبنائها وجميع البشر دون تمييز، لأن الرب يسوع المسيح لم يأتي إلى فئة معينة، أتى من أجل خلاص العالم، هكذا نؤمن الإيمان بالله المتجسد الذي أتى من أجل خلاص العالم. ويعلمنا الرب يسوع المسيح أيضا من مثل السامري أن نرى الإنسان الآخر كأننا نرى وجه الرب يسوع المسيح نفسه، دون أن نميز بين شخص وآخر، حتى دون أن نسأل عن انتمائه وعرقه، ولكن يجب أن نعرف كيف نقدم هذه المساعدة ولمن. هناك أشخاص بالتأكيد بحاجة إلى مساعدة خاصة في الظروف الحالية، ولكن الكنيسة يبقى لديها إمكانيات، تعمل الكنيسة ضمن إمكانياتها المتوفرة ولا تقصي أحدا، الكنيسة دائما تفتح أبوابها للجميع، ولكن يبقى لنا هذا الإيمان الذي نترجمه بالأعمال منطلق من سيدها الرب يسوع المسيح له المجد، يعلمنا المحبة وكيف نجسد هذه المحبة في الأعمال، ليس فقط في المساعدات وإنما أيضا من خلال تصرفاتنا وسلوكياتنا بصلواتنا وأيضا بأعمالنا كما قلت لكم. أنه نحن عم نتحدث عن حدث القيامة، خلينا نوضح أكثر أهميته بالإيمان المسيحي. تمام. حدث القيامة هو حدث خلاصي إلهي تم عندما طبعا تجسد الرب يسوع المسيح وأخذ طبيعتنا البشرية خلى الخطيئة، دخل بفترة من الآلام لكي يحمل خطايانا كما قلت لكم، وتعذب ومات وقام من بين الأموات من أجل خلاصنا، أقام الإنسان الساقط ورفعه إلى سمو محبته، إلى سمو المحبة الإلهية، لأن الله كما نعلم هو إله كامل، إله المحبة، إله السلام، الله هو محبة ولغة السماء هي لغة المحبة، رفع الإنسان إلى هذه المحبة التي ترجمها الرب يسوع المسيح بتجسده وموته وقيامته على الصليب.
القيامة هي كما قلت لك، هي حدث إلهي خلاصي منحنا إياها الرب يسوع المسيح، وهي عربون لقيامتنا من بين الأموات. نحن في المعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه، هذا هو إيمان الكنيسة، تؤمن بالقيامة، هذا هو جوهر إيماننا المسيحي وركيزته الأساسية. القيامة هي قمة الأعياد، هي عيد الأعياد وموسم المواسم. به بالمسيح الناهض من بين الأموات نتغلب على الخطيئة ونتغلب على الموت. قبل ما نختم حديثنا بدنا رسالة من حضرتك توجهها اليوم لكل يلي عم بيتابعنا بحلقتنا الخاصة بمناسبة عيد الفصح. طبعا من وجه رسالة من كنيسة القديسين بطرس وبولس إلى كل الشعب اللي عم يسمعونا واللي عم بيشوفونا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قلهم المسيح قام، حقا قام. نتمنى طبعا للجميع قيامة مجيدة للشعب السوري خاصة، قيادة وجيشا وشعبا. نتمنى لكل الشعب السوري قيامة خاصة بهالظروف اللي نحن عم نعيشها، وإن شاء الله نحن منتصرون كما انتصر الرب يسوع المسيح على الموت وعلى الخطيئة، ودائما ينتصر لأنه إله سلام، إله محبة، وإن شاء الله سوف ننتصر قريبا، لأن سوريا هي بلد المحبة وهي بلد السلام وبلد التآخي والعيش المشترك. هذه هي ديانتنا، نحن نعيش السلام ونعيش المحبة مع بعضنا البعض وفي مجتمعنا وفي سوريا ككل. نتمنى للشعب السوري أن ينتصر، وسوف ننتصر قريبا بإذن الله. أكيد بدنا نتشكرك كثير أبونا بولس بدرا، كاهن رعية كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الأرثوذكس. فصح مجيد أبونا، طول عمركم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. المسيح قام، حقا قام، حقا قام. شكرا لك أبونا ولا استضافتكم لنا بالكنيسة. المسيح قام، طول عمركم، حقا قام الرب. شكرا لك.